لما احتضر الحطيئة الشاعر قيل له أوصي، فقال: المال للذكران دون الإناث. فقيل له: أوصي. فقال: أوصيكم بالشعر. ثم قال: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، والشعر لا يستطيعه من يظلمه. قال ابن قتيبة: قيل للحطيئة حين حضرته الوفاة: أوصي يا أبا مليكة. فقال: مالي للذكور دون الإناث. فقالوا: إن الله لم يأمر بهذا. فقال: لكني آمر به. ثم قال: ويل للشعر من الرواة السوء. قيل له: أوصي للمساكين بشيء. فقال: أوصيهم بالمسألة ما عاشوا، فإنها تجارة لن تبور. وقيل له: أعتق عبدك يسارا. فقال: اشهدوا أنه عبد ما بقي عبسي. وقيل له: فلان اليتيم ما توصي له؟ فقال: أوصي بأن تأكلوا ماله وتفعلوا بأمه. فقالوا: فليس إلا هذا. قال: احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريم. ثم تمثل: لكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيذ. له خبطة في الحلق ليست بسكر ولا طعم راح يشتهى ونبيذ. وقد هجا أباه فقال: لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. جمعت اللؤم لا حياك ربي، وأبواب السفاهة والضلال. ثم هجا أمه فقال: تنحي فاقعدي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا، وكانونا على المتحدثين. جزاك الله شرا من عجوز، ولقاك العقوق من البنين. وهجا زوجته فقال: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. ولما لم يجد أحدا يهجوه هجا نفسه فقال: أبت شفتاي اليوم أن تتكلم بشر، فما أدري لمن أنا قائله. أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. وقد سمي الحطيئة لقصره، وكان مجهول النسب، واسمه جرول، ويكنى بأبي مليكة، وكان هجاء لم يسلم أحد من هجائه، فشكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فحبسه وهم بقطع لسانه، ثم استتابه وتركه. قال الأصبهاني: لما احتضر الحطيئة قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: قالت وفيها حيدة وزعر، أعوذ بربي منكم وحجر. قالوا: فما تقول في مالك؟ قال: الأنثى من ولدي مثل حظ الذكر. قالوا: ليس هكذا قضى الله. قال: لكني هكذا قضيت. قالوا: فما توصي لليتامى؟ قال: كلوا أموالهم وافعلوا بأمهاتهم. فقالوا: فهل شيء تعهد فيه غير هذا؟ قال: نعم، احملوني على أتان واتركوني راكبها حتى أموت، فإن الكريم لا يموت على فراشه، والأتان مركب لم يمت عليه كريم. فحملوه على أتان وجعلوا يطوفون به، يذهبون ويجيئون حتى مات عليها.